قل ولا تقل. من الخطأ أن تقول وفيات بتشديد الياء وتعني بها جمع وفاة للموت، والصواب أن تقول وفيات بتخفيف الياء، والسبب في ذلك أن وفيات بالتشديد جمع وفية من الوفاء، بينما وفيات بالتخفيف جمع وفاة للموت. من الخطأ أن تقول أكفاء بتشديد الفاء وتعني بذلك جمع كفؤ، والصواب أن تقول أكفاء بتخفيف الفاء، والسبب في ذلك أن أكفاء بالتشديد جمع كفيف للأعمى، بينما أكفاء بالتخفيف جمع كفؤ من الكفاءة.